قال الولد لأبوه تعبت أنا من دهب، تحكماته خلاص، كل حبة أبوك أمر أبوك نهى. قال له أبوه مش صح، دور هتلقى كل ابن من أبوه يا ما تنصح، ومش هتلقى أم واحدة سكتت وبخلت بالنصيحة على ابنها. ليه معتبرها قيود عليك؟ خد مني فكرة ولو بسيطة عنها. لو حب نهر النيل يخاصم ضفته، لو حس مرة إنها منعاه واقفة في سكته خنقاه، وحب يمشي على هواه على أساس إنه كده هيبقى نال حريته، يوميها بس هيبقى خد قرار غلط هيشتته ويجففه ويموته. الضفتين مخليين النهر ده عايش سنين. أكبر دليل على حبهم للنهر في النص هو وهم ليه حاضنين. طب المح على شمالك كده، شايف دي ايه؟ سكة حديد، والسكة بيوازيها سور، والسور مفيد فاصل بين الناس والقضيب. والقطر لو لسكته قرر يسيب أو حب يهجر القضيب وقال روتين وهصور، هينفلت وينقلب. طب بص دي على اليمين، دي اسمها إشارة مرور، مش قصدهم يتحكموا وده يقف وده يفوت. تعرف لو اتثابت كده في ناس كتير ممكن تموت. وعشان كمان يخلوا في الشارع نظام ويقللوا من الزحام، نفس الكلام، أنا كل حاجة بقولها ليك مش عندي فيك لكن لخيرك، يعني أبوك مهتم بيك، يعني الوصايا اللي مالية الإصحاحات، كل الطقوس والأجبية والقداسات، أب اعترافك اللي بيقول إرشادات، كل الحاجات دي مش روتين. عشان حقيقي تبقى حر عملت لك قوانين، ما تقولش تاني تحكمات وشيء ممل ورتيب، ويا ريت تخلي كل حاجة بلياقة وحسب الترتيب. قوم استنيني.